مرحبا من جديد، معكم المعلمة رائدة رناوي، وبدنا نكمل موضوع البيو انفورماتيك في خدمة البيوتكنولوجيا. اليوم درسنا رح يكون تتمة للأداة بلاست بي. بالدرس السابق تعلمنا عن الأداة بلاست بي، عن شو هي استخدامات هاي الأداة، شو الأشياء اللي والتطبيقات اللي ممكن نستعمل الأداة فيها. حكينا عن كيف ممكن نقوم بالبحث بواسطة هاي الأداة، إيش النتيجة اللي بنحصل عليها، وبلشنا بتحليل صفحة النتيجة. عشان يكون في عنا ترابط بالأشياء، أنا رح أرجع أعمل مراجعة بالنسبة للأشياء اللي حكينا عنها بالنسبة لصفحة النتيجة بالأداة بلاست بي، عشان يكون في عنا تواصل بالمعلومات، وعشان يكون في عنا أسهل نفهم الأداة هاي وصفحة النتيجة والمعلومات اللي بتعرض لنا إياها صفحة النتيجة. فكمان مرة رح نتطرق لتحليل صفحة النتيجة للأداة بلاست بي ونفهم المعطيات الموجودة فيها. كيف ما حكينا إنه صفحة الأداة بتحتوي على أربع أقسام أساسية. الأقسام هاي موجودة تحتي علامات تبويب مختلفة، أربع علامات تبويب. كمان في عنا ببداية صفحة النتيجة في عنا تفاصيل عن البحث نفسه، تفاصيل تقنية، وفي عنا كمان إمكانيات لأننا نقيد البحث. العلامات التبويب أو الأقسام الأربعة على صفحة النتيجة هي وصف السجلات. القسم الأول هو عبارة عن وصف السجلات ووصف لمقاييس ومعايير بتشير لقديش في عنا تشابه بين تسلسل الاستعلام وبين تسلسل النتيجة. القسم الثاني هو عبارة عن وصف بياني لنتائج المقارنة ومدى التشابه مع تسلسل الاستعلام. يعني عمليا القسم الثاني من صفحة النتيجة بيعرض لنا النتائج بشكل مرئي، بشكل على شكل رسم معين اللي يخلينا نفهم الوضع ويخلينا نفهم النتيجة بشكل أوضح. القسم الثالث هو عبارة عن تراصف التسلسلات، والمقصود بتراصف التسلسلات هو مقارنة التسلسلات أو وضع كل تسلسلين قبال بعضهن البعض، أي وضع تسلسل الاستعلام مقابل تسلسل النتيجة عشان نشوف وين التشابه وين الاختلاف بين هاي التسلسلات. بالمجموعة الرابعة مش رح نتطرق لإلها هذا المحل، مش رح نتطرق لإلها بموضوعنا إحنا بخلال تعلمنا عن موضوع البيو انفورماتيك بخدمة البيوتكنولوجيا، ولكن هاي القسم أو هذا الباب بصنف مجموعات الكائنات الحية بحسب ميزات مشتركة. هذا التصنيف بواسطة الأداة بلاست بيعتمد على وجود تسلسلات متشابهة بين الكائنات الحية. طبعاً الكائنات الحية اللي إلها مميزات مشتركة هي عبارة عن كائنات إلها سلاف ممكن يكون مشترك. القسم الأول من صفحة النتيجة أو القسم العلوي كيف ما حكينا بيحتوي على تفاصيل معلومات عن البحث. كيف شايفين عنا هون البرنامج اللي قمنا بالمقارنة فيه هو بلاست بي. كيف شايفين إنه الجزيء زودنا فيه الأداة أو الاستعلام نفسه هو عبارة عن تسلسل من الأحماض الأمينية، بروتين أمينو أسيد. طول هذا التسلسل عبارة عن 323 حامض أميني، وهذا الإشي موجود تحتي عنوان أو تحتي الحقل query length. في عنا إمكانيات لتقييد النتائج، يعني في حالة إحنا زودنا الأداة بتسلسل استعلام معين ونفذنا البحث رح ينتج عندي نتائج. النتائج اللي نتجت في عندي إمكانية إنه أقلصها، في عندي إمكانية إنه أقوم بإضافة شروط وقيود على هاي النتائج، ونتيجة فرض القيود والشروط هاي بقلص عدد النتائج وبحصل على نتائج أكثر بتستجيب مع المعلومات اللي أنا بحاجة لها. مثلا عندي إمكانية أقيد للكائن الحي، ممكن أحط اسم الكائن الحي بالنافذة تحتي كلمة أورجانيزم، بالنافذة تابعة لأورجانيزم، وساعتها بقيد البحث في التسلسلات التابعة لكائن حي
معين. ممكن أنا أقوم بتقييد البحث بحسب معايير مختلفة، مثلاً percent identity، والمقصود ب percent identity شرحنا بالدرس الماضي إنه هو عبارة عن نسبة التطابق. فأنا ممكن أحط المجال اللي بدي فيه يا التطابق يكون بين التسلسلات، يعني من نسبة كذا لنسبة كذا. بالنسبة لـ e-value كمان في مجال أحط مجال لقيمة e-value اللي تتلائم مع التسلسلات اللي أنا بدور عليها. نفس الأمر ممكن أعمله بالنسبة للquery cover واللي سميناها نسبة التغطية. نسبة التغطية اللي بغطيها تسلسل النتيجة من تسلسل الاستعلام. بالنسبة لهذا القسم أو تحتي تفاصيل المعلومات عن الباحث، في عنا العلامات التبويب اللي بتنقلنا للأقسام أو للأبواب الأربعة التابعة لنتيجة البحث. هنا إحنا شايفين قسم من صفحة النتيجة، لأنه بمتساجد كتير صعب أنه أعرض كل الصفحة، في عنا تفاصيل كتير ومعلومات كتير وصعب أنه إحنا نعرض كل الصفحة، لأنه ساعتها بدها تكون صغير الخط ومش رح نفهم إشي. فأنا مجزأة الصفحات لأقسام ورحين بعدين نعرضها مباشرة بواسطة الإنترنت عشان نقدر نشوف كيف صفحة النتيجة وكيف بنقدر ننتقل بيناتها. بالنسبة لتفاصيل المعلومات عن البحث، بعيد وبكرر أنه إحنا بيبين عنا بتفاصيل المعلومات عن البحث المعلومات التقنية بأي قاعدة بيانات أنا نفذت بحثي. يعني أنا أخذت تسلسل معين أعطيته للأداة، طلبت منه أنه يقوم بتنفيذ البحث مقابل التسلسلات الموجودة بهذا المثال بقاعدة سويس بروت. إحنا بنعرف أنه سويس بروت هي قاعدة بيانات موثوق فيها، قاعدة بيانات ذات مصداقية كبيرة. فإحنا من كتير مرات بنحاول أننا نقيد البحث بواسطة قاعدة البيانات هاي. بالنسبة لنوع الجزيئة حكينا أمينو أسيد يعني حامض أميني، فالتسلسل اللي أنا زودت الأداة فيه هو عبارة عن تسلسل من الأحماض الأمينية. طول التسلسل كمان مبين عندي بهاي الصفحة. إذا بنطلع تحتي تفاصيل البحث، في عندي علامة التبويب الأولى اللي هي description، فأنا بنتقل للdescription، والdescription اللي هي وصف السجلات هو عبارة عن جزء اللي مكون أو جدول مكون من جزئين بالأساس، الجزء الأيمن والجزء الأيسر. إذا بنتطلع على الجزء الأيسر، بكل سطر في عنا اسم لسجل، بكل سطر في اسم لسجل، يعني كل سطر بيعبر لي عن نتيجة، بيعبر لي عن سجل فيه تسلسل أو سجل بيوصف تسلسل مشابه لتسلسل الاستعلام. النتائج هاي مرتبة بحيث إنه أكبر سجل عنده شبه بتسلسل الاستعلام، يعني أكثر نتيجة مشابهة لتسلسل الاستعلام موجودة بأعلى الجدول. فهذا التسلسل الأول هو التسلسل الأكثر شبه بتسلسل الاستعلام، التسلسل اللي بيجي في السطر اللي يلي هو أقل شبه، اللي في السطر اللي بيجي تحته كمان أقل شبه. فالسجلات بتترتب بحسب نسبة التشابه أو بحسب مدى التشابه الموجود بين السجلات بشكل تنازلي. بالقسم الأيمن في عنا بأقصى اليمين في عنا عمود بيعبر لي عن كود تعرف السجل، إلى جانب كود تعرف السجل في عندي كمان خمس مقاييس أو معايير اللي بتدل على مدى التشابه مع تسلسل الاستعلام. فإذا بنتطلع مثلا على النتيجة الأولى اللي هي السجل اللي له أكبر تشابه مع تسلسل الاستعلام، بقدر أقرأ إنه الماكس سكور لإله 626، بقدر أعرف إنه التوتال سكور هو 626، بقدر أعرف إنه الكويري كفر هو 100%، يعني نسبة التغطية هي 100%، الإيفاليو هو 0، يعني كل ما كانت القيمة قلنا
بالنسبة لإي فاليو أصغر معناته التشابه مش موجود بصدفة. بالنسبة لنسبة التطابق شايفين إحنا أنه نسبة التطابق هون هي 91.95%. رح أضطرك كمان كيف من نعرف وين موجود السجل بأي كائن حي. فإذا بتطلع على الرابط أو الروابط الموجودة بالجهة اليسرى منشوف إنه باسم السجلات معروض عنا اسم السجل يعني اسم التسلسل، ومعروض كمان إلى جانبه بين أقواس مربعة اسم الكائن الحي اللي بتبع له التسلسل. إذا منضغط على الرابط الموجود بالجهة اليسرى عند اسم التسلسل مننتقل لتراصف التسلسلات. أما إذا منضغط على الرابط الموجود في الجهة اليمنى على الأكسيشن نمبر بعمود الأكسيشن نمبر مننتقل لسجل النتيجة للسجل الموجود بقاعدة البيانات واللي بصف سجل النتيجة، وهذا السجل موجود بقاعدة البيانات. مقاييس التشابه كتير مهم نعرف شو هي هاي المقاييس، وكتير مهم نعرف كيف تحسب هاي المقاييس، فرح ننتقل لتفصيل عن هاي المقاييس. بالنسبة للماكس سكور وتوتال سكور منسميهن علامة التشابه مع تسلسل الاستعلام، فكل ما كانت علامة التشابه أكبر يعني تسلسل النتيجة مشابه أكتر لتسلسل الاستعلام. فعلامة التشابه هي عبارة عن علامة رقمية، وكمان شوي منشوف كيف منقوم بحسابها. في عنا كمان نسبة الأحماض الأمينية المتطابقة، يعني لما أنا باجي باخد تسلسل النتيجة اللي حصلت عليه هون وباخد تسلسل الاستعلام بحطهن قبال بعض، قديش نسبة الأحماض الأمينية المتشابهة بين المتطابقة بين التسلسلين، فبيرسنت ايدنتيتي هي التطابق. بالنسبة للكويري كفر، الكويري كفر بدل على قديش تسلسل النتيجة بغطي من تسلسل الاستعلام، يعني الجزء من تسلسل الاستعلام اللي بغطيه تسلسل النتيجة، وهذا الجزء كمان يعرض ب النسبة المئوية. كمان شوي لما بننتقل للعرض البياني بتفهموا أكتر إيش معنات الكويري كفر، لأنه هناك رح نعرضه على شكل رسم والإشي بيكون واضح أكتر. بالنسبة للإي فاليو عبارة عن قيمة اللي بتشير لإحتمال كون التشابه التسلسل النتيجة مع تسلسل الاستعلام حدث بالصدفة، ف كل ما كانت النسبة أعلى معناته الإشي صدفي أكتر. هنا إذا إحنا عم نحكي على قيمة صغيرة فمعناته الشبه الموجود أو التشابه هو مش ناتج عن صدفي. بالنسبة لمقاييس ومعايير التشابه، كل ما كانت قيمتها أعلى كل المقاييس هاي ما عدا الإي فاليو، كل ما كان المقياس ذا قيمة أكبر معناته التشابه بين تسلسل الاستعلام وتسلسل النتيجة بيكون أكبر. بالنسبة لإي فاليو كل ما كان القيمة أصغر معناته التشابه أكبر. رح ننتقل لسا كيف منحسب علامة سكور اللي حكينا عنها، هي عبارة عن علامة عددية اللي بتصف قديش في تشابه بين تسلسل النتيجة وبين تسلسل الاستعلام. قبل ما نقول كيف بتنحسب العلامة رح نفهم انه علامة التشابه بتاخد بعين الاعتبار اشياء اتنين، قديش في تشابه بين تسلسل السجل وتسلسل الاستعلام، كمية التشابه الموجود، وطول التسلسل المشابه في التسلسلات اللي بتتم المقارنة بيناتها، المقصود نسبة التغطية. ايش المقصود بهدول العاملين؟ مرات كتير ممكن يكون في عنا سجل فيه تشابه قليل نسبيا، ولكن هذا التشابه ممتد على طول تسلسل الاستعلام كله من اوله لاخره، فساعتها هذا التسلسل مع انه التشابه مش كبير كتير ولكن العلامة اللي حصل عليها كبيرة بالمقارنة مع سجل آخر، سجل نتيجة آخر اللي فيه تشابه كتير ولكن على منطقة
صغيرة نسبيا على منطقة اللي هي لا تكاد تتجاوز العدد القليل من التسلسل من النوكليوتيدات أو من الأحماض الأمينية. كمان مرة بوضح النقطة إنه إذا التسلسل بيكون مشابه بشكل مش كبير كتير ولكن التشابه هذا بيمتد على منطقة طويلة، فممكن يكون علامة التشابه لإله أكبر من علامة تشابه لسجل اللي فيه تشابه كتير كتير كبير ولكن على منطقة كتير صغيرة. إسا رح نتطرق لطريقة احتساب علامة التشابه. عشان نحتسب علامة التشابه اللي هي علامة رقمية كيف حكينا قبل أو علامة عددية، منقوم بوضع التسلسلات، تسلسل الاستعلام مع تسلسل النتيجة مقابل بعضهن البعض. منقوم بعمل الالايمنت واللي هو بيكون عادة معروض في الباب الثالث أو بعلامة التبويب الثالثة. لما منقوم بوضع التسلسلات الواحد مقابل الآخر، منبلش نمرق موضع موضع ونشوف هل في تشابه بالأحماض الأمينية، هل في تطابق بين الأحماض الأمينية، ولا هل في عنا اختلاف. فإذا كان في عنا، إذا مرقنا مثلا على الموضع الأول شفنا إنه الحامض الأميني بتسلسل الاستعلام بالموضع الأول والحامض الأميني بتسلسل النتيجة بالحامض الأول هو نفسه، منقوم بمنح هذا الموضع علامة أو نقاط معينة. لنفرض إنه منمنح التطابق علامة زائد 2، كل فساعتها إذا منمرق لكل موضع ومنشوف فيه تطابق بالأحماض الأمينية منمنح كل موضع علامة زائد 2. مننتقل للمواضع في حالة كان في عنا تشابه. إيش المقصود بتشابه؟ الأحماض الأمينية ممكن يكون في بيناتها تشابه من ناحية صفات كيميائية من ناحية صفات فيزيائية. ففي حالة كانت الأحماض الأمينية الموجودة بتسلسل الاستعلام وبتسلسل النتيجة بموضع معين هن متشابهات، يعني في بيناتهن صفات كيماوية مشتركة أو في بيناتهن صفات فيزيائية مشتركة، ففي هاي الحالة منمنح الموضع هاد نقاط، ولكن نقاط التشابه بتكون عادة أقل من أو بتكون بشكل دائم أقل من علامة التطابق. فمنمنح على سبيل المثال لعلامة تشابه علامة زائد 1. كمان مرة بالنسبة للتطابق منحنا كل موضع فيه تطابق زائد 2، كل موضع فيه تشابه منحنا زائد 1. إذا في عنا اختلاف بالأحماض الأمينية في التسلسل الاستعلام وفي تسلسل النتيجة المقصود، إذا كان هذا الحامض الأميني بالتسلسل الأول وبالتسلسل الثاني مختلفات وبنفس الوقت فيش بيناتهم تشابه في الصفات الكيميائية أو الفيزيائية، فساعتها منمنحه علامة سلبي. لنفرض أنه منمنحه ناقص 1. مرات كتير إحنا منضطر نعمل إزاحة، منضطر نحط فراغ بأحد التسلسلات عشان نكمل المقارنة. ففي حالة كان في عنا فراغ، منحنا فراغ عشان نكمل المقارنة، كمان هنا منعطي نقاط سلبي. لنفرض إنه أعطينا نقاط سلبي ناقص 2 لوجود فراغ. فمثلا إذا كان في عنا تسلسل من الأحماض الأمينية اللي فيه عندي 20 حامض أميني مثلا متطابقين بين التسلسلات، فالمجموع الكلي 20 × 2 = 40. إذا كان في عندي 10 أحماض أمينية اللي هي متشابهة، فعنا 10 × 1، إذن المجموع صار 40 × 10 = 50. إذا كان في عنا 5 أحماض أمينية مختلفة، فبنمنحه لكل حامض أميني علامة ناقص 1، فبنتج عندي ناقص 5. إذا كان في عندي فراغين ناقص 2 في موضعين رح يكون عندي ناقص 4، فالمجموع الكلي لعلامة التشابه بيكون هنا 40 و10 و-5 و-4، المجموع الكلي بيكون 41. هذا مثال لكيف بتتم عملية احتساب علامة التشابه. طبعاً المثال هون غير دقيق من ناحية القيم، ولكن عم بمثل لكم الطريقة اللي فيها بتم احتساب علامة التشابه.
وإسا رح نطلع لاستراحة وبعدها منرجع ومنكمل تحليل صفحة نتائج عرض الأداء بلاست بي.
رجعنا من الاستراحة ورحين نكمل بالنسبة لمعايير التشابه وبالنسبة لتحليل صفحة النتيجة للأداء بلاستي. بنهاية القسم الأول من الدرس حكينا عن كيف بتم احتساب علامة التشابه واعطينا مثال على طريقة الاحتساب. بهاي اللحظة رحين نحكي عن ماكس سكور وتوتال سكور اللي هن عبارة عن علامات التشابه أو عبارة عن مقاييس علامة التشابه الموجودات بصفحة النتيجة. عادة هاي القيم الماكس سكور والتوتال سكور عادة بتكون قيم متطابقة. ممكن يكون في اختلاف بين القيمة لماكس سكور وقيمة التوتال سكور لما الحالة بتظهر أو لما بيظهر عنا بالمقارنة بسجل معين في عنا أكثر من منطقة تشبه تسلسل الاستعلام، يعني بتسلسل أو بسجل النتيجة في عندي منطقتين أو أكثر اللي كل واحدة من هاي المناطق بتشبه تسلسل الاستعلام. ممكن تكون تشبه نفس المنطقة بتسلسل الاستعلام أو منطقة أخرى. فقط في هاي الحالة بنتج عنا اختلاف بين قيمة ماكس سكور وتوتال سكور، وعشان هيك بدنا نتطرق ونفهم كل واحدة عن إيش بتعبر. قيمة ماكس سكور بتتطرق لعلامة التشابه المنطقة الأكثر شبهاً بتسلسل الاستعلام. إيش المقصود هون؟ يعني إذا عندي بتسلسل الاستعلام بتسلسل نتيجة معين في عندي منطقتين متشابهات، الماكس سكور بتطرق للمنطقة اللي أكثر إشي بتشبه تسلسل الاستعلام. بالنسبة للتوتال سكور هاي العلامة بتتطرق لكل علامات التشابه لكل المناطق الموجودة في تسلسل السجل واللي بتشبه تسلسل الاستعلام. يعني إذا في عندي منطقتين مشابهات هي بتتطرق لمجمل علامات التشابه للمنطقتين مع بعضهن البعض بنفس الوقت بشبههن لتسلسل الاستعلام. من هون بنفهم إنه قيمة توتال سكور عادة بتكون أكبر أو مساوية لقيمة الماكس سكور، ولكن برجع بعيد إنه عادة وفي معظم النتائج اللي إحنا بنحصل عليها بنحصل على قيم متطابقة لتوتال سكور وماكس سكور. في هاي اللحظة رح أنتقل لعلامة التبويب الثانية اللي هي علامة الوصف البياني لصفحة النتيجة. علامة الوصف البياني أو صفحة النتيجة اللي بتتعلق بالوصف البياني بتظهر بالشكل اللي انتو شايفينه قدامكم على الشاشة. إذا منتطلع في عنا تدريج معين بالأعلى وين عنا الخط الأسود، في عنا تدريج اللي بصل أو بصف طول تسلسل الاستعلام. فإذا بتطلعوا بالنسبة للتدريج في عنا الرقم بصل لحتى 332 حامض أميني، فطول تسلسل الاستعلام وكيف إحنا متذكرين تسلسل الاستعلام بتفاصيل البحث كان مكون من 323 حامض أميني، فهذا التدريج بوصف طول تسلسل الاستعلام. كمان بالخط التركيز بالخط الأزرق هذا الفاتح في عنا كمان تدريج، ففي عنا تدريجين أو مسطرة بتصف طول تسلسل الاستعلام كيف شايفين بهاي المنطقة. في عنا كمان تحت الخط الأسود اللي بصف تسلسل الاستعلام في عنا الانتماء للعائلات البروتينية. حكينا إحنا إيش معنات موتيف سابقا، يعني منطقة محفوظة بالتسلسل اللي تسلسل أحماض أمينية معين اللي بتكرر بتسلسلات مختلفة. فبالنسبة بحسب هاي الموتيفات أو بحسب هاي التسلسلات اللي بتتكرر البروتين ممكن ندم نخليه يكون تابع أو يكون منتمي لعائلة بروتينية معينة. فهنا في عنا كلمة سوبر فاميليز هي عبارة عن الانتماء للسوبر فاميلي كيف شايفين باللون الزهري، في عنا العائلة البروتينية اللي بنتمي لإلها هذا التسلسل PTZ00273. هذا بالنسبة لنا عائلة البروتينية. كمان هنا في عنا كل سطر أو كل خط من هاي الخطوط بيعبر عن تسلسل نتيجة، فكل خط من هاي الخطوط الملون بألوان مختلفة هو عبارة عن تسلسل نتيجة.
كمان شوي بنحكي بالنسبة للألوان شو معنات الألوان. حكينا كمان إنه التسلسلات هاي مرتبة كمان بوصف السجلات وكمان بالوصف البياني مرتبة بشكل تنازلي من الأكبر لا الأكبر شبها للأقل شبها. فالتسلسل أو الخط الأول الموجود بأعلى الخطوط هو عبارة عن التسلسل الأكثر شبه بتسلسل الاستعلام. في عنا كمان مفتاح رسم اللي بيشير للعلاقة بين اللون وعلامة التشابه. إذا منتطلع بجانب المربع الأحمر في عنا علامة تشابه أكبر أو يساوي 200. فكل تسلسل عنده علامة تشابه عنده سكور أكبر من 200 بتم تلوينه بلون أحمر. كل تسلسل عنده علامة تشابه بين 80 ل 200 باللون البنفسجي الأقل شبه باللون الأخضر. كمان التدريج موجود هون من 50 ل 80. اللون الأزرق أقل شبه من 40 ل 50 بتكون علامة التشابه. بالنسبة للتسلسلات الأقل شبها واللي بتحصل على علامة تشابه أقل من 40 تلون باللون الأسود. شايفين عنا هنا بصفحة النتيجة الموجودة عنا تسلسلات ملونة بالأحمر بالبنفسجي بالأخضر بالأزرق، ولكن مش موجود عنا تسلسلات لونها أسود. يعني كل تسلسلات النتيجة اللي موجودة عنا هون أكبر من 40 علامة التشابه الخاصة فيها. إذا منتطلع على الخطوط مش دايما الخطوط بتمتد من بداية التسلسل وحتى نهايته. إذا بتطلع على الخط الأول، الخط الأول الأحمر هو عبارة عن خط بيمتد من الواحد لنهاية التسلسل الاستعلام. كمان مرة اللون الأزرق التركيز هنا وين مسجل عنا كويري، وين مسجل عنا كويري هذا بيعبر عن مسطرة بيعبر عن الاستعلام. فالخط الأول اللي تحتيه تسلسل الاستعلام بيمتد من بدايته لنهايته لتسلسل الاستعلام. فنسبة التغطية هون كيف شايفين هي بتكون 100%. هون شوي المصطلح نسبة التغطية أوضح، يعني 100% من تسلسل الاستعلام مغطى بتسلسل النتيجة. إذا منتطلع على السجلات اللي باللون الأخضر في عنا تسلسلات لا يوجد في نهايتها تسلسل في نهايتها تشابه مع تسلسل الاستعلام. فهاي التسلسلات لأنها أقصر من تسلسل الاستعلام فالتشابه يتوقف قبل ما نصل لنهاية التسلسل. رح أعطي مثال على مثل هاي التسلسلات، هي التسلسلات الموجودة عندي هون بهاي المنطقة. فهاي التسلسلات التسلسل توقف عن التشابه أو منطقة التشابه توقفت هون بين تسلسل الاستعلام وتسلسل النتيجة. فبهاي المنطقة فيش عندي تشابه بين تسلسل الاستعلام وتسلسل النتيجة. إذا بتطلع على هذا التسلسل اللي بالأخضر هون في بدايته حتى منتصفه تقريبا فيش عندي تشابه بين تسلسل الاستعلام وتسلسل النتيجة. إذا بتطلع على التسلسل الأول كان في عندي تطابق أو تشابه على طول كل التسلسل من بدايته لنهايته. فهذا بالنسبة لي تسلسل الاستعلام، بداية تسلسل الاستعلام كان فيها تشابه من البداية للنهاية. إذا بتطلع هنا كمان كان في عندي في البداية فيش عندي من تشابه، هنا في النهاية ما فيش عندي تشابه كمان. فهذا بيمثل لي الخط وين موجود، بيمثل لي المنطقة اللي بغطيها التشابه وين موجود، بيمثل لي المنطقة اللي بغطيها التسلسل الاستعلام التسلسل النتيجة من تسلسل الاستعلام. يعني وين موجود بأي منطقة بيكون التشابه على تسلسل الاستعلام. إذا بنحط الفارة على أحد الخطوط رح يظهر عنا شاشة، اللي الشاشة هاي تعرض معلومات عن تسلسل النتيجة اللي بوصفه هذا الخط. فكمان مرة إذا حطينا الشاشة بدون ما نقوم بالضغط على الخط بيظهر عنا معلومات عن تسلسل النتيجة التابع لإله. كيف شايفين عنا هنا مثلا وضعنا على خط معين أظهر لنا التسلسل هذا اسم التسلسل، أظهر لنا كود تعرف التسلسل إنه نوعه mRNA. ففي معلومات معينة بتظهر على الشاشة بنافذة صغيرة. إذا قمنا بالضغط على أحد الخطوط بتم فتح نافذة معينة.
هاي النافذة بتوصف لنا كمان مرة، بتعرض شو هو السجل اسمه، بتعرض لنا كيف شايفين هون السكور التابع له، فسكور التابع لهذا السجل اللي ضغطنا عليه هو عبارة عن 993. بالنسبة للإيفاليو اللي هي عبارة عن قيمة صغيرة صفر، بتقول انه تسلسل مش شبيه لا تسلسل الاستعلام صدفة. في عنا الاكسشن نمبر، كود تعرف السجل. المعلومات هاي الموجودة هون هي عبارة عن معلومات تابعة لتسلسل النتيجة اللي ضغطنا عليه. اذا منكون بالضغط على الرابط alignment مننتقل لتراصف التسلسلات. تراصف التسلسلات الموجود امامنا بيتم عرضه بعلامة التبويب الثالثة اللي يعرف باسم alignments. alignment يعني تراصف. فكيف شايفين بهاي القسم من صفحة النتيجة بيكون موجود عندنا تسلسل الاستعلام، ومقابله بتم موضعة تسلسل النتيجة واحد مقابل الآخر. إذا بنطلع في عنا بهذا التراصف في عنا معلومات معينة. إذا بنطلع على الشاشة الموجودة هون في عندي اسم السجل، وهذا الاسم هو مطابق للاسم اللي بيظهر في علامات التبويب اللي تابعة للديسكريبشن. إذا إحنا فتنا على التراصف الأول فهذا الاسم بيكون مطابق للتسلسل الأول، تسلسل النتيجة الأول اللي ظهر بالجدول التابع للديسكريبشن. إذا بنتطلع كمان في عنا معلومات، في عنا number of matches هون مسجل عنا واحد. number of matches هو عبارة عن كم من منطقة متشابهة وجدت. عادة هذا الرقم بيكون هو واحد. إذا بنتطلع كمان إلى جانبه في عنا السيكونس اي دي، فعنا كود تعرف السجل، وفي عنا طول السجل. طول السجل مكون من 331 حامض أميني. طبعا هذول المعطيات كمان بيكونوا مطابقات للموجود بالديسكريبشن لكل نتيجة ونتيجة. إذا بنتطلع بهاي المنطقة بالنسبة للتراصف في عنا عدة معطيات. المعطيات هاي بتشير لمدى التشابه بين التسلسلات اللي بنقوم بالمقارنة بيناتها. إذا بنتطلع في عنا معيار معين أو مقياس معين اللي اسمه identities، واللي هو عبارة عن نسبة التطابق. طبعا هنا في عنا علامة رقمية، وفي عنا كمان بالنسبة المئوية. فإذا باجي بطلع على الidentities بطلع على النسبة المئوية، معنى هاي القيمة إنه 92% من الأحماض الأمينية الموجودة بتسلسل الاستعلام مطابقة لتسلسل النتيجة. كمان في عنا التطابق الموجود هون مسجل في عنا 297 حامض أمينة من مجمل 323 حامض أمينة متطابقات. فإذا طلب منا عدد الأحماض الأمينية المتطابقة الجواب بيكون 297. أما في حالة طلب منا النسبة للتطابق فهي 92%. في عنا كمان معيار أو مقياس اللي هو عبارة عن مقياس positives. رحين نتطرق لإله كمان شوي بالنسبة للمعيار هذا. في عنا كمان معيار اللي اسمه gaps. gaps معناها فراغات، والمقصود بفراغات هو إنه أنا أضفت فراغ معين بتسلسل الاستعلام أو بتسلسل النتيجة بهدف إني أكمل المقارنة بشكل منيح. إذا بنتطلع كمان بهاي الصفحة أو بأعلى التراصف في عندي علامة التشابه، عندي سكور علامة التشابه اللي هي هون عبارة عن 626 علامة لعلامة التشابه. حكينا إنه في عنا كمان مقياس اللي هو expect، وهو عبارة عن مقياس أو معيار اللي بيشبه كمان معناه قيمة الـ E-Value يعني الصدفة. فهون احنا بندور على معيار صغير كمان بقارب للصفر.
حكينا عن الايدنتيتيز، هنا هاي المعيار او هذا المقياس بصف عدد ونسبة الاحماض الامينية المتطابقة اللي موجودة في مقارنة التسلسلات. في عنا البوزيتيفز، هي عبارة عن وصف لعدد ونسبة الاحماض الامينية المتشابهة والمتطابقة في مقارنة التسلسلات. يعني اذا باجي بقول انه في عندي هنا نسبة معينة اللي هي الايدنتيتيز، وفي عندي نسبة معينة اللي هي البوزيتيف. الفرق بين البوزيتيفز والايدنتيتيز انه البوزيتيفز بتضم الاحماض الامينية المتطابقة، وكمان بتضيف عليها الاحماض الامينية المتشابهة. يعني اذا كان في عندي عدد من الاحماض الامينية متشابهة من ناحية صفات الأحماض الأمينية، من ناحية صفات كيميائية وفيزيائية، مثلاً بالموضع 20 بتسلسل الاستعلام وتسلسل النتيجة في عندي حامض أميني متشابه، فهذا يعتبر من ضمن الأحماض الأمينية اللي بتنحط بحقل البوزيتيفز. فنسبة البوزيتيفز هنا عبارة عن 95%، وعادة قيمة البوزيتيفز بتكون أكبر من قيمة الايدنتيتيز، وإسا منحكي كمان شوي ليش. منتطلع على الجابس. الجابس بالنسبة إلنا كيف ما شرحت بالسابق إنه هي عبارة عن الفراغات، فهي عبارة عن فراغات تم إدخالها لأحد التسلسلات، إما لتسلسل الاستعلام أو لتسلسل النتيجة عشان تتم المقارنة بين التسلسلات. كمان الجابس تعرض على شكل نسبة مئوية وتعرض على شكل أرقام كمان. إذا منتطلع بالنسبة لتسلسل التراصف التسلسلات، إذا باجي بتطلع هون في عندي ثلاث أسطر تحتي بعضهن البعض. السطر الأول من كل ثلاث أسطر أو هذا الفرع، هذا عبارة عن تسلسل الاستعلام، هذا كمان عبارة عن تتمة تسلسل الاستعلام. يعني إذا باجي بتطلع هون هذا النوكلوتيد الأول، هذا الحامض الأميني الأول، هذا الحامض الأميني 60، هذا الحامض الأميني 61 بتسلسل الاستعلام. بكمل هذا 120، هذا 121 بتسلسل الاستعلام. كيف شايفين كلمة كويري موجودة هون، كويري موجودة هون، كويري موجودة هون. بالنسبة للسطر الثالث من كل ثلاث أسطر إقراب على بعضهن بيمثل لي تسلسل النتيجة، فهذا تسلسل النتيجة اللي بيمتد من النوكلوتيد الأول لحد النوكلوتيد 60. منكمل 61 لحد 120، كل سطر ثالث هو عبارة عن تسلسل أو تتم لتسلسل النتيجة. بالنسبة للسطر الأوسط الموجود بين سطر الاستعلام وسطر النتيجة هو عبارة عن نتيجة المقارنة. إذا منتطلع ببداية كل سطر وبنهايته في عندي أرقام، الأرقام هاي بتدل على المواضع. يعني هذا الحامض الأميني الموجود هون هو الحامض الأميني رقم 61 بتسلسل الاستعلام، هذا الرقم الموجود هون هو بدل على أنه الحرف K بيمثل الحامض الأميني رقم 120 بتسلسل الاستعلام. إذا منتطلع بهذا الرقم عبارة عن الموضع لتسلسل النتيجة، كمان 120 الموجودة هون بتدل على الموضع بتسلسل النتيجة. بالنسبة للإشارات كيف التطابق بيكون موجود بالتسلسلات، في حالة وجد عنا بسطر المقارنة حرف، فهذا الحرف بدل على إنه الحامض الأميني بالتسلسل الاستعلام بتسلسل النتيجة متطابقات. كيف شايفين هنا بالأخضر في عنا كيو 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 ان ان ان، فكل واحد من هدول الأحماض الأمينية بهذا الموضع متطابق بين تسلسل الاستعلام وتسلسل النتيجة. في حالة كان في عنا إشارة زائد بالسطر المقارنة، إشارة الزائد بتدل على وجود أحماض أمينية متشابهة بالصفات الفيزيائية أو الكيميائية بين التسلسلات الاثنين. في حالة لم يكن ولا أي إشارة، كان في فراغ بسطر المقارنة، هذا الفراغ معناه إنه الأحماض الأمينية مختلفة. راح أحكي كمان بالنسبة لـ number of matches، هون عدد المناطق اللي فيها
وجدت في تسلسل النتيجة مشابهة لتسلسل الاستعلام، قلنا عادة هي بتكون قيمتها واحد. كود تعرف السجل معروض قدامنا هون، هنا في عنا المجال من تسلسل النتيجة بتمتد من 1 لتسعة، متأسفة من 9 ل328، فهذا النوكلوتيد رقم 9 وهذا النوكلوتيد رقم 328 من تسلسل النتيجة. هون أحماض أمينية متطابقة لأنه في حرف، هون أحماض أمينية متشابهة لأنه في عنا إشارة زائد، أحماض أمينية مختلفة لأنه في فراغ، هون في عنا نقص بحامض أميني معين اللي بيشير لإزاحة بتسلسل الاستعلام بهذا الوضع لأنه النقص بالكويري أو لأنه الخطوط موجودة عند الكويري، بينما بمحلات تانية ممكن يكون بتسلسل النتيجة، فهون في عندي إزاحة. بالنسبة لكل الأحماض الأمينية، إذا بنيجي ناخذ كل الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين كمجملها، الأحماض الأمينية المتشابهة والمتطابقة هي جزء من الأحماض الأمينية، وبهاي الدائرة بتحويها الأحماض الأمينية المتطابقة. عشان هيك من هنا بنبع إنه دائما قيمة البوزيتيفز بتكون أكبر من الايدنتيتيز، لأنه قيمة البوزيتيفز بتشمل الايدنتيتيز يعني المتطابقة وبالإضافة إلها المتشابهة. منلخص الإشارات بمقارنة التسلسلات بواسطة الأداة بلس بي، إشارة حرف بسطر المقارنة بدل على أحماض أمينية متطابقة بالتسلسلات، إشارة زائد بدل على أحماض أمينية متشابهة في التسلسلات، عدم وجود إشارة أو فراغ بدل على أحماض أمينية مختلفة في التسلسلات، إشارة ناقص أو إشارة عارضة هي بتدل على نقص في الأحماض الأمينية الموجودة بين التسلسلات. جميع الإشارات هاي موجودة بتكون بسطر المقارنة ما عدا إشارة العارضة اللي بتكون إما موجودة بسطر التسلسل الاستعلام أو بسطر الحامض الأميني حسب وين تمت الإزاحة. نلتقي فيما بعد في دروس لاحقة.